دباير نانا دباير نانا دباير نانا. بما انه الدنيا بدت تسخن تنجم تسبب في خروج الكفر والخنافس متراكم، وهذه اكثر حاجه تنجم تنرفزنا. هيك علاش دبارت اليوم هي كيفاش نرتاحوا من القلق هذا الكل، والطريقه سهله مهله طبيعيه ومش مكلفه زاده. كي تعمل الخليط الصحي اللي باش نقول لك عليه توا، اللي فيه القارص الثوم وزيت القرفه، وكان حتى ما عندك زيت القرفه مش مشكل، تنجم تهرس شويه قرفه وتخلطه بشويه زيت زيتونه، وتعمل الخلطه السحريه اللي قلت لك عليها، وتحطها في دبوسة متاع خشفاشة وتفشفش بها البلايص الخنفوس وتريكن الكل، وبالطريقة هذية قول بسلامة وفي الامان الخنافس الكل. ملا بعد تبرد اليوم من حين تقوم اعمل اللي قلت لك عليه. لهيك الحكاية سهلة، اي توا ما تبقى لي باش نقول لك نهارك زين وبسلامة. دباير نانا دباير نانا دباير نانا.